السلام عليكم. ألف رايحي حميد، ساكن ببلدية خميستي حي علي خوجة، عامل نظافة ببلدية خميستي. أناني مضرار، تبون طنا حقنا. عييت أنا خرجت في الليستة وتنحيت، واش من سبة نحيت علاه؟ حقرة ظلم. أنا كفاني عايش، شوفوا كفاني عايش. أنا نرقد هنا، وليدي ها ورا يقرأ في ذا البيرو، ورانا مظلومين احنا. أنا خدام بلدية خميستي، عامل نظافة، جالمير شاف وقال لك تخرج انت منا. ومن بعد يزيد يجي تاع الدايرة، لجنة من الدايرة تقول لك خرج قشك، وجدوه خرجوا. ومن بعد الدقيقة التالية يقول لك انت ماكش فيها، تنحيت عليه، واش من سبة؟ أعطوني سبب. إلا ما سهلش يا خويا ما نديهاش، والله ما نديها، ما نستاهلهاش ما نديهاش.